مساء الخير وأهلا بكم إلى حوار الساعة. في 25 من أيلول سبتمبر المقبل ستكون كردستان العراق على موعد مع استفتاء تقرير المصير. هذا الموعد الذي حددته إدارة الإقليم وترفض تغييره أو تأجيله أو إلغائه لغاية الآن يحظى باهتمام عربي ودولي. أمريكا طلبت التأجيل، بغداد غير راضية، إيران وتركيا تنسقان لمواجهة الانفصال الكردي، وفي الداخل حركة التغيير تبدو الأعلى صوتا بين المكونات الكردية الرافضة له. الليلة في حوار الساعة ننطلق من كردستان ومن الواقع الكردي عموما لنتحدث عن الإقليم وموقع الكرد في ظل هذه اللعبة الدولية في المنطقة. ونستقبل لهذه الغاية النائبة الكردية المشاكسة والتي أهدر دمها ومنعت من دخول إربيل بسبب مواقفها. نرحب برئيسة كتلة حركة التغيير في البرلمان العراقي سيدة سرواء عبد الواحد. مساء الخير وأهلا بك. مساء الخير، أهلا وسهلا. سنبدأ طبعا من الاستفتاء لأنه الأهم على الأجندة العراقية حاليا، طبعا إضافة لموضوع داعش وعلى الأجندة الكردية. الاستفتاء سيحصل في 25 من سبتمبر. أنتم في حركة تغيير ضد إجراء هذا الاستفتاء في هذا الوقت، تعتبرون أنه لا يخدم رغبة الكرد بإقامة دولة، إنما يخدم المصالح الشخصية لرئيس الإقليم، كيف ذلك؟ أولا علينا أن نفرق بين طموح الشعب الكردي في موضوع الاستفتاء وحق تقرير مصيره وبين ما يدعو له اليوم حزب الديمقراطي الكردستاني وعلى رأس الحزب سيد البارزاني. ما يدعو له سيد البارزاني وحزبه هو من أجل التغطية على الفشل الإداري في إقليم كردستان وعلى ومن أجل شرعنة ما هو غير شرعي في إقليم كردستان وهو منصب رئاسة إقليم كردستان. من أجل هذا ولأن يكون أهالي إقليم كردستان ينشغلون بموضوع آخر عدا موضوع المشاكل الاقتصادية والسياسية وغلق برلمان كردستان، أن يتوجهوا نحو موضوع الانفصال وموضوع تحقيق الدولة الكردية. ويعني دغدغة مشاعر الشعب الكردي بهذه الطريقة من أجل مصالح ذاتية هذا ما نرفضه. نحن نعتقد بأن إذا نذهب إلى تشكيل الدولة هناك آليات لدينا، يجب أن تسبق هذه الآليات إعلان الدولة أو الاستفتاء. الاستفتاء هي المرحلة الأخيرة. طبعا لحد هذه اللحظة لا يوجد جيش وطني في إقليم كردستان، لدينا قوات تابعة للحزبين. نحن بحاجة أن يكون لدينا جيش وطني، قضاء وطني، الأمن وطني، أن يكون لدينا إدارة واحدة في إقليم كردستان ليست إدارتين. يعني النقطة الفاصلة بين أربيل وسليمانية هي منطقة اسمها ديقلا، هذه المنطقة التي يتم فيها الفصل ما بين إدارة سليمانية وأربيل، أي إدارة بارزاني وإدارة طالباني. علينا إنهاء هذه الأمور من ثم نذهب إلى موضوع الدولة. وأهم نقطة أيضا الموضوع الاقتصادي. نحن في إقليم كردستان اليوم حكومة إقليم كردستان تدعي بأن لديها الاستقلال الاقتصادي، لكن هذا الاستقلال الاقتصادي دمر إقليم كردستان. اليوم إقليم كردستان مطالب أو مديون بنسبة 32 مليار دولار للشركات النفطية عالمية، كيف يمكن لنا تغطية هذا العجز؟ فمن أجل كل هذه الأمور نحن طالبنا بتأجيل الاستفتاء إلى موعد آخر. هذا الموعد ليس متفق عليه من قبل المكونات الأساسية في إقليم كردستان، ولم يأتي عبر آليات القانونية والدستورية ولا عبر مؤسسة شرعية. من قام بإعلان موعد أو تحديد موعد لإجراء الاستفتاء هو شخص غير قانوني وغير شرعي في إقليم كردستان. سيدة سروة، فيما يتعلق بمسألة التأجيل، أنتم كما قلتي تطالبون بتأجيل هذا الموعد بتغييره، ولكن إلى حين تنفيذ ما تقولين به يعني كل هذه الشروط التي وضعتها للتفكير بدولة قد يأخذ هذا الأمر دهرا، والآن بحسب ما تفكر به السلطة ربما أن الوضع الإقليمي
والدولي مؤاتي لتنظيم استفتاء والانفصال ولتأسيس دولة كردية، يعني كل عوامل تساعد الكرد على تحقيق هذا الحلم، ألا تعتقدين ذلك؟ يعني إذا يعتقد حزب الديمقراطي الكردستاني بأن المجتمع الدولي مثل حركة التغيير راح يقبلون بفرض أمر واقع، فهو لا يعلم شيئا عن السياسة. المجتمع الدولي ليس حركة التغيير وتخاف على مصالح أقليم كردستان، وسكتنا عندما فرضوا أمر واقع بغلق برلمان كردستان، لم نفعل ما كان المفروض أن نفعله في أقليم كردستان خوفا من شعبنا ومن غضب الشارع. لكن المجتمع الدولي لا يسمح لحزب الديمقراطي الكردستاني بفرض الواقع. لو كان ما يقوله حزب الديمقراطي الكردستاني صحيحا لكنا نسمع ترحيبا واحدا من أي دولة مجاورة أو حتى في المجتمع الدولي. الدولة الوحيدة هي إسرائيل من رحبت بهذه الفكرة، ونحن جميعا نعلم بأن ليس من مصلحة الكرد أن ترحب إسرائيل بتشكيل دولته الآن، فلهذا من أجل خلق مشاكل يعني هذا الترحيب. التأجيل برأيك إلى متى يجب أن يكون؟ لا يوجد ترحيب دولي، يعني لحين إنهاء جميع ما نريده من أجل إعلان عن كيان أو دولة ديمقراطية حقيقية مستقلة مزدهرة، يعني يتم فيها تداول سلمي للسلطة. يعني ماذا أفعل بالدولة الدكتاتورية ونكون مثل جنوب السودان؟ يعني نأسف على الماضي. فبذلك نحن نعتقد بأن الوقت غير مناسب، علينا هناك آليات علينا أن نتبعها، وأهم موضوع هو موضوع التداول السلمي للسلطة وتغيير النظام السياسي في إقليم كردستان، احترام المؤسسات الشرعية في إقليم كردستان. يعني كيف أبني دولة وأنا لا أحترم برلمان اللي هو وزير الخارجية موجود؟ نعم، وزير الخارجية السابق يقول هشير زيباري أن الاستفتاء لا علاقة له لا بالتشريع ولا بالبرلمان، وهو في الواقع كان يرد عليك وقال أن هذا القرار لم يأتي من فراغ بل خضع لدراسة من مستشارين وخبراء، ما رأيك؟ يعني إذا كان هذا صحيحا لما كان المجتمع الدولي اليوم يرفض بهذه الطريقة موضوع الاستفتاء. طبعا هم يقولون بأنهم ذاهبون للاستفتاء لكنهم لا يعلنون الدولة، ومع هذا لا أحد يقبل منهم إجراء الاستفتاء. بالعكس الموضوع لم يكن مدروسا، لم يكن مدروسا حتى داخليا داخل إقليم كردستان. شخص عجب أن يقول بأنه يريد أن يحدد موعدا للاستفتاء، فهذا كل ما جرى، لم يكن هناك اتفاق بين القوى السياسية الكردية. هذا الهدف لكل حزب سياسي كردي هو تشكيل الدولة الكردية، اليوم أصبح في موضع مزايدة من قبل حزب الديمقراطي الكردستاني. مع الأسف حزب الديمقراطي الكردستاني يريد أن يزايد باسم القومية وباسم تشكيل الدولة الكردية من أجل تحقيق امتيازات ومكاسب ذاتية وحزبية، ومن أجل بقاء في السلطة، ومن أجل طبعا السيد الذي تحدث بهذا الشكل السيد الزيباري هو اليوم مطرود في بغداد. قبل ما أن يكون مطرودا في بغداد لم يكن يتحدث بهذا الشكل عن تقسيم العراق. في المجتمع الدولي كان يتحدث عن وحدة العراق، فأنا كيف لي كنائبة في مجلس النواب العراقي أن أثق بشخص إلى ماضي قريب قبل السنة كان يتحدث عن وحدة العراق في المجتمع الدولي، واليوم يذهب ويتحدث عن تقسيم العراق؟ نعم. لهذا أنه هذا الخطاب خطاب غير واقعي وغير صحيح وخطاب كاذب لا يمثل طموح الشعب الكردي، هو يمثل طموح عائلة واحدة في إقليم كردستان. طيب هل تعتقدين أن هناك ضغوط أمريكية على الرئيس البرزاني لتأجيل الاستفتاء؟ بالتأكيد هناك ضغوط أمريكية، يعني الأمريكان يقولون بشكل صريح بأنهم لن يتدخلوا في موضوع حماية إقليم كردستان إذا ما أقدموا على هذه الخطوة وكانت
النتيجة. تعتقدين أنهم يقولون ذلك عن قصد أم مناورة ربما؟ يعني من الممكن أن يكون سيد برزاني قد حصل على موافقة أمريكية ولكن من خارج يعني خارج الأضواء إذا صح التعبير. لو كان كذلك في لقاءاتنا مع الأمريكان لكانوا يتحدثون معنا بشكل صريح. لماذا في موضوع تمديد ولاية سيد البارزاني الأمريكان أتوا وقالوا لنا نحن ندعم سيد البارزاني ليستمر في مهمته لمدة سنتين أخريتين؟ يعني الأمريكان لا يخجلون لمن يكون لديهم رأي يقولوها بشكل واضح وصريح. لقاءات مع مين سيدة ثروة من الأمريكيين؟ أتوا وقالوا لنا تقصدين أي لقاءات تحديدا؟ كان يعني في وقتها كان مبعوث أوباما يعني كان في العراق تحدث معنا لتمديد ولاية السيد البارزاني، واليوم أيضا تحدثوا بأنهم لن غير موافقين وغير راغبين في موضوع الإجراء الاستفتاء في هذا الموعد، و يعني تعلمين في اللغة الدبلوماسية يتحدثون بأنهم يرغبون في تأجيل الاستفتاء، لكن ما وراء اللغة الدبلوماسية بأنهم يرفضون رفضا قاطعا إجراء الاستفتاء في هذه المرحلة. هل تعتقدين أنه سيتم التأجيل؟ طبعا كل تصريحات سيد مسعود برزاني ترفض هذا الخيار، حتى تصريحات الحزب يعني الديمقراطي الكردستاني، ولكن هل سيكون هناك ربما تغيير أو صيغة تأجيل معينة أو مخرج معين قد يلجأ إليه السيد البرزاني؟ إذا كان هناك حكمة يجب أن يتم تأجيل الاستفتاء، خصوصا هناك معارضة دولية لإجراء هذا الاستفتاء، ونتمنى أن يمتلك حزب الديمقراطي الكردستاني بما يكفي من الحكمة كي يعني مصير هذا الشعب لا يكون للتهلكة. يعني فلماذا إصرار على موضوع طيب سيدة ثروة نؤخره وقتا الى يعني وقت هناك آخر. امر غير مفهوم لا ادري اذا كنت انت تفهمينه ايضا او تستطيعين ان تحلليه بشكل واضح. اذا كان الامريكيين غير راضين على مساله الاستفتاء، تركيا، ايران، بغداد، يعني من يعني على من يتكل سيد مسعود البرزاني؟ يتكل على اسرائيل؟ يتكل على صمت بعض الدول العربيه ايضا كالسعوديه، الامارات، الاردن مثلا؟ على من يعتمد في الاستمرار؟ يعني لأنه نعلم جيدا أن مسألة أي استفتاء أو دولة كردية يجب أن تحظى بتوافق أيضا إقليمي ودولي وليس فقط توافق داخلي، وحتى التوافق الداخلي غير متوافر. على ماذا يعتمد برأيك؟ أنا باعتقادي أنه ما راح يمضي في موضوع الاستفتاء للأخير مجرد ورقة ضغط على الشركاء كي يعني يفرضوا أمرا على الآخرين. وأنا باعتقادي أن بغداد متساهلة مع سيد البرزاني وقد تكون موافقة على موضوع إجراء الاستفتاء بدليل أنه لحد هذه اللحظة سيد العبادي غير واضح في رؤيته ماذا سيفعل سيد العبادي إذا كان اليوم كان عنده تصريح رافض للاستفتاء. اليوم قبل أن ندخل إلى الاستوديو كان يصرح بأنه رافض للاستفتاء سيد العبادي. طبعا نعم، يعني هذا التصريح كما مثلا أي نائب في برلمان العراقي يتحدث يقول بأنه ليس كافا يعني الموقف. هو رئيس برأيك الحكومة الاتحادية باعتقادي عليه أن يتقدم خطوات أخرى، مثلا أن يحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، أن يحل مشكلة البيشمركة، رواتب البيشمركة، قوات البيشمركة التي دافعت عن الأراضي العراقية وحاربت داعش. يعني لتقوم الحكومة الاتحادية ببعض إجراءات من أجل أن نستطيع نحن أيضا أن نقول بأن بغداد تريد مصلحة هذا الشعب وتريد حل الإشكاليات الموجودة ما بين إقليم وبغداد، ونتمنى يعني أن تكون حل الإشكاليات عبر المؤسسات وليس عبر الأشخاص ومزاج، يعني الحل يخضع لمزاج الشخصي. عادة العلاقة بين أربيل وبغداد خلال السنوات الماضية كانت علاقة مزاجية وشخصية. تعتقدين ذلك؟ طب قبل أن أدخل في مسألة العلاقة بين أربيل وبغداد، تتحدثين عن أن السيد برزاني سيذهب أو يؤجل الاستفتاء مقابل الحصول على شيء ما أو على تحصيل ربما أوراق ما. ما هي الأوراق التي يطلبها
في مقابل تأجيل هذا الاستفتاء أو إلغائه؟ يعني أنا كنت أتمنى الأوراق تكون بحل مشكلة الأرض، حل مشكلة توزيع الثروة، حل مشكلة البيشمركة ومستحقات قوات البيشمركة، لكن أنا باعتقادي الشخصي أن السيد البارزاني سيذهب إلى الطلب امتيازات و يعني تحمل بغداد مسؤولية الديون التي على حكومة أقليم كردستان، وكذلك موضوع مناصب وامتيازات مادية في بغداد واستمراره في الحكم؟ استمراره في الحكم لا يعني بغداد، هذا موضوع متعلق بإقليم كردستان، وبغداد لم ترفض يعني بقاء سيد البارزاني في منصبه. بغداد تتعامل مع أمر واقع في إقليم كردستان، واليوم سيد البارزاني فرض أمرا واقعا في إقليم كردستان ببقائه في السلطة بطريقة غير شرعية. طب سيدة ثروة، وكأنك تقولين أن الرئيس حيدر العبادي يتواطأ مع السيد البارزاني في موضوع الاستفتاء. والله لدي شكوك، وأتمنى شكوكي في غير محله، بأن لين سيد العبادي يبحث عن شريكا مستقبليا في بعد الانتخابات القادمة. أيضا هو يتطلع، ومن حقه يطمح بأن يبقى في رئاسة الوزراء، فبالتالي يفكر بشريك داعم له. على هذا الأساس قد يكون هناك نوع من الاتفاق ما بين سيد العبادي وسيد البارزاني. مستفيدة من علاقته المتوترة مع نور المالكي؟ علاقة البرزاني المتوترة مع نور المالكي؟ بالتأكيد، يعني هي المشكلة أنه الجانبين يعني لديهم علاقات متوترة مع السيد المالكي، وكأن السيد المالكي من يدير هذا البلد، ويتناسون بأنهم هم اليوم حكام، والسيد المالكي جالس في بيته وليس لديه يعني السلطة التنفيذية حقيقية. صحيح هو نائب رئيس الجمهورية، لكن ورئيس الجمهورية ليس لديه صلاحيات، يعني فكيف بنائبه؟ فالمشكلة في العراق هي شخصنة الأمور، يعني ليس أنه ذهاب باتجاه حل المشاكل بالطرق القانونية والدستورية وبحث عن إيجاد مؤسسات حقيقية لحل هذه الإشكاليات. المشاكل التي تحدث يتم معالجتها عبر المزاج الشخصي والعلاقات الشخصية. كنت تتحدثين في مقابلات سابقة عن العقود النفطية مع تركيا، والتي تمتد لأعوام كثيرة، يعني 50 عاما تقريبا. هل تجزمين سيدة ثروة بأن تركيا تملك أوراق اللعبة السياسية في كردستان، يعني تملك أوراق الضغط على السيد البرزاني لتفرض ما تريد وما لا تريد في الإقليم؟ يعني مع الأسف تركيا اليوم ترى إقليم كردستان كحديقة خلفية لتركيا، وتتعامل مع إقليم كردستان وحكومة إقليم كردستان جانب أربيل ودهوك كأنها جزء من تركيا وتحت سيطرة تركيا. يعني سمعنا كثيرا تصريحات سابقة لرئيس الوزراء رئيس الجمهورية يتحدثون بأن هناك اتفاق ما بين سيد البارزاني والحكومة التركية والسلطة التركية لضرب مواقع حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية. صحيح. بدون العودة إلى العراق، وهذه الأراضي هي أراضي العراقية والسيادة العراقية، المفروض بغداد من تعطي موافقة من أجل هذا، لكنهم يذهبون ويتفقون مع سيد البارزاني. وموضوع آخر أنه موضوع العقود النفطية، هناك عقود نفطية مبرمة ما بين أشخاص داخل، يعني لا يتعدون 5 أشخاص داخل إقليم كردستان، والسلطة التركية بما يتعلق بموضوع النفط وإبرام عقد لمدة 50 عاما طبعا. وناهيك عن موضوع الأنبوب النفطي، يعني هذا كله يؤكد أن الاستفتاء لن يمر، وأعلن الدولة هو مناورة. بالتأكيد، يعني أولا حتى إذا يتم إجراء الاستفتاء في محافظات إقليم كردستان، أنا أستبعد أن يكون هناك استفتاء خارج إقليم كردستان،
يعني كما حدث في عام 2005 وكان هناك استفتاء وطالب الشعب الكردي باستقلال والانفصال، لكن القيادة السياسية الكردية استخدمت هذه الورقة لحصول على المكاسب ذاتية في بغداد ولم تكن من أجل الحصول على حقوق الشعب الكردي. لو كان كذلك لما كان لدينا مشاكل لحد هذا اليوم. سنتوقف الآن مع فاصل قصير ونعود بعده لنتابع أيضا في مسألة الاستفتاء ربما الأبعاد الدولية أيضا والإقليمية له وضع الكرد بشكل عام، ونتحدث أكثر عن الإقليم وتأثيراته على القضية الكردية بعد الفاصل. مشاهدين أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار الساعة. في هذه الحلقة نستقبل رئيسة كتلة التغيير في البرلمان العراقي سيدة سروة عبد الواحد. سيدة عبد الواحد، هناك من يقول بأن معارضتكم ككتلة التغيير وأنت شخصيا يعني لمسألة الاستفتاء تتعلق برغبة منك بالترشح لرئاسة الإقليم، وبالتالي يقولون بأن كل معارضة للسيد البرزاني هي معارضة أيضا لأهداف شخصية ومراكز السلطة، صحيح هذا الأمر؟ أولا نحن لدينا خلاف جوهري مع حزب الديمقراطي الكردستاني بما يتعلق بكيفية إدارة إقليم كردستان. ليس لدينا خلافا شخصيا، وأنا شخصيا ليس لدي أي خلاف مع حزب الديمقراطي الكردستاني. أنا عمري في السياسة لا يتجاوز 3 سنوات، فكيف أصبح لدي عداء مع حزب عمره 70 عاما؟ يعني هذا أصلا غير منطقي. لدينا خلاف جوهري فيما يتعلق بموضوع يعني إدارة إقليم كردستان، موضوع النظام السياسي، نظام الحكم في إقليم كردستان. نحن نتطلع بأن يكون النظام السياسي في إقليم كردستان نظاما برلمانيا، بينما حزب الديمقراطي يريد نظاما رئاسيا ويريدون توريث الحكم، ونحن نرفض توريث الحكم. عدا هذا لدينا خلاف في موضوع واردات نفط إقليم كردستان. نحن نعتقد بأن يجب أن تكون واردات نفط إقليم كردستان لشعب إقليم كردستان، لا أن تذهب لجيوب أشخاص وبعض قيادات في إقليم كردستان. هذه خلافاتنا، ليس لدينا خلافات شخصية. رئاسة الإقليم لا تطمحين إليها؟ عن شخص رئاسة الإقليم، يعني من يعمل في السياسة يعني يطمح بأن يكون يعني في أعلى المناصب. رئاسة الإقليم ليس حكرا على شخص معين. يعني إذا كان نحن في التغيير سيكون لدينا مرشح لرئاسة الإقليم إذا كان هناك انتخابات بالتأكيد، فإذا حركة التغيير ترشحني لهذا المنصب فأكون فخورا بأن أذهب للمنافسة مع الآخرين. سيدة سروة، يعني هذه المسألة كلها لا يمكن فصلها عن ما يحدث في الإقليم، وأنت تحدثتي عن مسألة تركيا والتهديدات باستهداف حزب العمال الكردستاني مثلا في جبال قندير، ولكن أيضا لابد من الإشارة إلى ما حكي وما تم التصريح به من قبل رجب طيب أردوغان عن تنسيق مع الإيرانيين في استهداف بعض المجموعات الكردية المسلحة. هنا التنسيق التركي الإيراني والزيارة المرتقبة لأردوغان أيضا لإيران تتعلق أيضا بالمسألة الكردية. هل تخشون من هذا التنسيق بين بلدين على الحدود مع الإقليم؟ يعني بالتأكيد على الحكومة الاتحادية أن يكون لديها رأي في هذا الموضوع. لا يجوز ترك إقليم كردستان لمصيره دون أن تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤوليتها. بالتأكيد نخشى بأن يكون هناك صراعا داخل إقليم كردستان ومن أجل ملاحقة الكرد في إقليم كردستان، وقد يكون هناك من أجل تصفية بعض السياسيين الكرد اللي أساسا هم من كردستان العراق. بالتالي يعني
أولا لدينا تجارب ماضية، عندما كان هناك مثلا اتفاق حزب الديمقراطي الكردستاني مع تركيا لضرب حزب العمال الكردستاني وكذلك لضرب الاتحاد الوطني، نخشى أن يكون يتواجد نوع من هكذا الاتفاقات ما بين حزب الديمقراطي، وحتى إذا كان نتحدث عن المستوى الأقليمي فأقليم كردستان لا يتحمل مواجهة دولتين مثل تركيا وإيران بمفرده، يجب أن يكون هناك تنسيق تام مع الحكومة الاتحادية. لهذا نحن نعتقد بأن الوقت غير مناسب لإجراء الاستفتاء، يجب أن يكون لدينا حدودا متينا، أن يكون نستطيع أن ندافع عن حدودنا من ثم نتحدث عن موضوع إجراء استفتاء. سيدة ثروة، في الواقع اليوم ومن قبل كان الكرد ينظر إليهم أو المسألة الكردية بشكل عام كورقة في الإقليم، الآن هناك من يعتقد بأن الكرد أصبحوا لاعبا رئيسيا خصوصا بعد الأحداث في سوريا، هل توافقين على ذلك؟ يعني بالتأكيد الكرد لاعب أساسي في المنطقة، خصوصا يعني شاهدنا كيف الكرد في سوريا دافعوا عن مناطقهم، وأيضا قوات البيشمركة الكردية في كردستان العراق كيف دافعت بشراسة عن الأراضي العراقية. فالقوى الكردية لا يستهان بها، وتواجد الكردي اليوم واقع وموجود، وعلى الآخرين أن يتعاملوا مع هذا التواجد. لكن نحن أيضا نطالب بأن يكون هناك حكمة في استمرارية هذا التواجد الكردي بهذا الثقل السياسي المهم. نحن في العراق لدينا ثقل سياسي، لدينا رئيس جمهورية، لدينا نواب، لدينا داخل المؤسسات العراقية، فبالتالي علينا الحفاظ على مكاسبنا وما حصلنا عليه بدماء شهدائنا. ترين أن الكرد في سوريا يستطيعون أن ينتجوا نفس النموذج العراقي بدعم من الأمريكيين الآن، خصوصا أنهم يعني مدعومون الآن عسكريا من الأمريكيين؟ أعتقد بأن الكرد في سوريا يستطيعون أن يحصلون على نموذجا أكثر تطورا وأكثر واقعية من ما حصلنا نحن عليه في كردستان العراق، وخصوصا اليوم نرى بعض القوانين ونرى بعض يعني قرارات التي يصدرها السلطة الكردية في كردستان سوريا هي قرارات حاسمة ومهمة وحيوية، فلذلك أنا أتوقع مستقبلا مشرقا. تثقين بالأمريكيين يعني؟ أنا أثق بهناك مصالح، يعني إن كان اليوم الأمريكان مصلحتهم في الحفاظ على هذا الجزء أو هذا المكون في كردستان سوريا فبالتأكيد سيحافظون عليه. لا ننسى عزيزتي نحن في 91 من قام بحمايتنا هم الأمريكان، لولا الأمريكان لكان دبابات صدام حسين لا قتلت جميع الكرد في كردستان العراق، فبالتالي إذا كان هناك دعم فعلي فبالتأكيد هذا النموذج في كردستان سوريا سوف يتطور أكثر. في الواقع يعني عندما تتحدثين عن الأمريكيين وعن الحماية، هناك تصريح ملفت لك تقولين بأنه أنكم ما زلتم بحاجة إلى وصاية دولية، وكأن المسألة يعني أن يكون هناك حكم ذاتي، أو نفهم أن الكرد وحتى العراقيين لم يصلوا بعد إلى النضج السياسي الكافي لحكم نفسهم بأنفسهم. هل تطالبين بوصاية دولية فعليا؟ يعني تطالبين مثلا بعودة الأمريكيين إلى العراق، إلى أن يكون هناك حكم من قبل جهة خارجية على العراق، على الأكراد، على الكرد؟ طبعا أتصور أنا تحدثت عن هذا الموضوع من خلال كان داعش كانوا متواجدين في الأراضي العراقية، فقلت لعدم تكرار ما حدث وعدم عودة الداعش نحن بحاجة إلى وصاية دولية.
مع الأسف يعني التجربة أثبتت بعد خروج الأمريكان أتوا داعش لمناطقنا، ويبدو أن السلطة العراقية وقت الأمريكيين أيضا كان في القاعدة غير قادرة على حماية، لكنهم لم يحتلوا أراضي واسعة في العراق عزيزتي، يعني كان التواجد لم يكن مثل تواجد داعش في المناطق. عموما يعني يجب أن يكون هناك تنسيق تام بين الحكومة الاتحادية يعني الحكومة الأمريكية، خصوصا هناك مذكرة تفاهم مشتركة ما بيننا لحماية حدودنا وللاتفاق الأمني المبرم ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. فكل هذا أنه يخلينا نثق بالأمريكان لحد هذه اللحظة، كما نحن نتطلع أن يكون هناك علاقات متوازنة مع جميع الدول المنطقة، لا أن نعتدي على أحد ولا أحد يعتدي على أراضينا. طيب يعني في إطار العلاقات الجيدة مع دول المنطقة، التقيت بالسفير الإيراني في بغداد، ماذا نفهم من هذه الزيارة؟ هل هي تنسيق مع الإيرانيين؟ هل هناك التقاء مصالح الآن بين حركة التغيير والإيرانيين في مسألة الاستفتاء أم ماذا؟ لا، لم يكن كذلك. يعني عدد من الكتل السياسية ذهبوا لتهنئة بتسنم الرئيس الروحاني منصبه، فكان ضمن هذا الإطار، وتم بحث المواضيع ذات طابع وطني ليس له علاقة بموضوع الاستفتاء. بالتأكيد يعني تم الحديث عن موضوع الاستفتاء، وأكد السفير الإيراني بأن الإيرانيين لديهم تخوف من موضوع الاستفتاء، لكن عموما كانت الزيارة هي رسمية بحتة. هل تلتقون بشيء مع الإيرانيين؟ يعني أنتم كحركة تغيير أقصد، هل لديكم قواسم مشتركة مع السياسة الإيرانية في العراق؟ يعني مع الأسف أنا دائما أقول بأن حركة التغيير ليس لديها علاقات مع لا إيران ولا تركيا ولا أمريكا ولا أي دولة. يعني دائما أتحدث بأن عندما تم تشكيل حركة التغيير، جميع الدول السفارات الموجودة في العراق طالبوا من الزعيم الراحل كاغنوشيرو مصطفى بأن يتخلى عن موضوع حركة التغيير، لأنهم لا يدعمون حركة التغيير. لكن علينا أن نكون واقعيين، سواء كانت إيران أو تركيا أو سعودية أو أي دولة جارة، هي الدول الجارة، علينا أن يكون لدينا علاقات متوازنة مع هذه الدول ونحترم هذه العلاقات، ولا ننسى بأن الإيرانيين وقفوا مع الشعب الكردي في أيام نضالنا ضد الدكتاتورية السابقة. فبالتأكيد لدينا علاقات طيبة على أساس احترام المتبادل، لكن هذه العلاقات لحد هذه اللحظة لم تتطور إلى علاقات ثنائية داعمة مثلا لحركة التغيير. بالحديث عن المجتمع الدولي، تقولين سيدة ثروة أن المجتمع الدولي يتحكم بالكرد، وأنه متى يريد هذا المجتمع الدولي قيام دولة كردية سيقوم بذلك. هذا التصريح في الواقع يعده بعض الكرد استسلام كلي للإرادة الدولية، وكأن الكرد ليس لديهم أي إرادة بأن يغيروا واقعهم بنفسهم. ما ردك على هذا الانتقاد لكلام؟ واقع المنطقة يقول لنا بأن إقليم كردستان وبغداد وحتى الدول المجاورة، يعني أقصد العربية منها، إرادتها ليست بيدها بشكل نهائي، إرادة ناقصة. هناك من يتحكم بمصير شعوبنا، نشاهد اليوم ما يجري في سوريا ونشاهد ماذا يحدث في العراق، فبالتالي المجتمع الدولي من يتحكم بمصير هذه الدول. ولا ننسى بأن المجتمع الدولي من أتوا وقضوا على الدكتاتور السابق في العراق، فمن ذاك اليوم إلى اليوم هم يتحكمون بمصير العراق كعراق. فالقرار الدولة الكردية أنا أقول ليس بيد الكرد فحسب، بيد المجتمع الدولي ومن ضمنها الدول المجاورة. يعني لا نستطيع نحن
أن نتخذ هكذا قرار إذا لم يكن هناك اتفاق ما بين هذه الدول وبين المجتمع الدولي. بالحديث عن دول عربية، ما رأيك بموقف السعودية مثلا، الإمارات، الأردن فيما يتعلق بالاستفتاء؟ لم نسمع مواقف حادة أو رافضة لذلك، هل هذا يدلل على أنهم بدأوا يقبلون بفكرة دولة كردية؟ يعني صراحة لحد هذه اللحظة لم نسمع ردة فعل غاضبة من هذه الدول. قد يكون الأمر لا يعني لهم شيئا، أو غير مهتمين بواقع أقليم كردستان كباقي الدول كتركيا وإيران وأمريكا وحتى بغداد. قد يكون من هذا الباب لم يتحدثوا بشكل واضح وصريح عن الموضوع، أو قد يعتبروها شأنا داخليا. يعني لا أستطيع أن أعلق أكثر من هذا. طيب سيدة سروة، في الواقع إذا أردنا أن نتحدث قليلا عنك أيضا فيما يتعلق بطريقة انتهانك للسياسة، طبعا أنت إعلامية بالدرجة الأولى، ولكنك انتخبتي في البرلمان العراقي وتنتقدين كل يعني الحكم، الطاقم السياسي في العراق بشكل مباشر، وفي الآونة الأخيرة قد أهدر دمك. هذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا في الإعلام العراقي، ولكن لابد من الإشارة إليه يعني من قبل جهات في الحزب الكردستاني الديمقراطي الكردي في إربيل، وأنت ممنوعة من دخول الإقليم حاليا. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران أن شرائح من العوائل البشمرجة لديها موقف منك ومن تصريحاتك التي تقولين فيها بأن النساء البشمرجة اضطروا إلى أن يمتهنوا يعني طرق ملتوية ربما لأنه بسبب انقطاع الرواتب، وهذا الأمر يعتبر إساءة، وتم تحريم دخولك إلى إربيل. هل أنت فعلا مرفوضة من عائلات شهداء البشمرجة؟ لا بالعكس، أنا يوميا لدي اتصالات ولقاءات مع عوائل الشهداء والبشمركة. هذا الموضوع كان موضوعا سياسيا بحتا، لأنني أتصور أنا الكردية الوحيدة عندما أتيت إلى برلمان في بغداد انتقدت العائلة الحاكمة في إقليم كردستان، فلهذا هم لا يرغبون أحدا يتحدث باللغة العربية. وأنا مرة في مؤتمر صحفي في إقليم كردستان قلت لو لماذا ما مشكلة اللغة العربية جيد يعني؟ باللغة الإنجليزية أيضا ما لديهم مشكلة بأن العرب يجب أن لا يعرفون شيئا عن السلطة الحاكمة في إقليم كردستان. إذا كانت هذه المشاكل نتحدث بها باللغة الكردية قد يكون أهون عليهم من أن نتحدث عن مشاكل داخلية باللغة العربية. هذه العقلية أنا أرفضها. الإنسان إنسان، عندما يكون فاسدا فهو فاسد، إن كان عربيا أو كرديا أو أجنبيا أو إنجليزيا أو أي بس أحد. ربما معهم حق سيدة سروة من ناحية أن المجتمع الكردي هو مجتمع منغلق بالدرجة الأولى، منغلق بأي معنى؟ يعني هو مجتمع يعني يشعر بخطر من المحيط العربي الذي هو فيه. طبعا أنا أسألك عن رأيك في هذه النقطة، وهو بحاجة إلى أن يثبت تماسكه تجاه هذا المجتمع العربي الذي يريد أيضا تفتيته، وهو لديه مطالب محددة يجب أن تبقى واحدة ويظهر بموقف موحد للخارج. ألا تعتقدين أن هذه رؤية مقنعة كافية لك لكي يعني تنظرين يعني تأخذين هذه الحساسية بعين الاعتبار في انتقادك للداخل الكردي؟ يعني لا تنسين أنا من حزب تغيير، فذهبت إلى تغيير لأن أريد أغير الواقع. الواقع الكردي بحاجة إلى أن يتغير. نحن يعني أنا شخصيا أعتقد بأن الحديث عن المفسدين إنجاز وليس معيبا، لا بشأن الكرد ولا بشأن أي أمة أخرى. يعني مثل ما هو موجود في العراق فاسدين، في إقليم كردستان أيضا هناك فاسد، هناك من يستخدم السلطة بطريقة غير صحيحة وغير مناسبة. فلهذا هو هذا واجبي أن أتحدث عن هذه الأمور، وأنا ممثلة عن الشعب يجب أن أتحدث عن
معاناة شعبي أينما كان، إن كان بالعربي أو بالكردي أو بأي لغة أخرى. هذا يعني هو هذا الواقع الموجود. يعني أنا كنت أتمنى الواقع الموجود في إقليم كردستان أن يكون هناك ازدهارا حقيقيا، أن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان، أن يكون الديمقراطية الحقيقية، أن يتم تداول السلمي للسلطة، أن لا يتم قتل الصحفي في إقليم كردستان، أن لا يسجن ناشط مدني لأنه يخرج في تظاهرة تطالب بتغيير موقف معين، أن لا يكون هناك يعني يتم غلق برلمان كردستان. لو لم يكن كل هذه الأمور لما كنت أتحدث عنها. يعني أنت لم تسيئي إلى عوائل شهداء البشمركة برأيك؟ نهائيا أنا دافعت عن العوائل البشمركة وعن قوات البشمركة. أنا أساسا يعني من أهم أهدافي في بغداد أن أدافع عن قوات البشمركة التي تحمينا لحد هذه اللحظة من أي تهديد خارجي، فبالتالي من واجبي أن أدافع عنهم ولا أن أهينهم. وأنا يعني ذكرت كثيرا بأن أنا عمي شهيد بيشمركة كان، فكيف لي أن أسيء لعوائل الشهداء أو أسيء لنفسي؟ طيب في الموضوع الدولي تقولين بأن ربما من أفضل ما قام به السيد حيدر العبادي، لا أدري إذا كان هذا يعني تحديدا ما تقصدينه، أنه جسر أو حاول أن يصلح العلاقات مع الدول المحيطة بالعراق. ما رأيك بذلك بداية، مسألة مثلا الزيارات إلى السعودية وغيرها؟ ما رأيك أيضا بزيارات سيد مقتدى الصدر إلى السعودية والإمارات، هذه المكونات الشيعية في العراق بانفتاحها على الدول التي كان هناك يعني مشاكل كثيرة فيما بينها، هل توافقين على ذلك؟ شوفي عزيزتي، نحن نعيش في هذه المنطقة، علينا يا أما أن نكون جيران منسجمون لدينا علاقات طيبة، يا أما أن نكون مثل زمن صدام، يعني يومية ندخل للدولة ونجتاح دولة. فبالتالي الخيار العلاقات المتوازنة خيار جيد، وأنا أحيي سيد حيدر العبادي يريد أن يكون لديه علاقات متوازنة في المنطقة، إن كان سعودية، إيران، تركيا، إمارات. هذه الدول هي دول محيطة بالعراق، علينا أن يكون لدينا علاقات متوازنة معها واحترام متبادل ما بين هذه الدول. سيدة سروى، دولة كردية حكما هي حليفة لإسرائيل؟ يعني أنا لا أعلم متى ستكون هناك دولة كردية. أتمنى في قريب عاجل أن يكون لدينا دولة كردية حقيقية ديمقراطية محترمة، يعني أن لا تكون معادية لأي أحد حتى لإسرائيل. ليس بالضرورة أن نعادي، يعني لماذا نعادي أي دولة؟ يعني أنا شخصيا لا أحب معاداة أي. يعني أنت لا تعتبرين إسرائيل عدوة؟ إن كانت عدوة أو صديقة يعني هذا الشأن لا يخصنا ككرد، يعني لسنا قريبين من دولة إسرائيل، لا توجد يعني حدود مشتركة ما بيننا، فلماذا لا أعادي ولا أصادقه؟ هل تعتبرين أن القضية الفلسطينية قضية محقة؟ بالتأكيد قضية فلسطينية قضية محقة. و لا تنسين كان هناك كرد في 48 دافعوا عن القضية الفلسطينية وذهبوا إلى فلسطين. طبعا أنا كان أحد أمامي كان واحد من هؤلاء الذين ذهبوا إلى فلسطين، فبالتالي عدد من الكرد كانوا مشاركين في الثورات في فلسطين. يعني فبالتالي نحن نعتقد بأن من حق الشعب الفلسطيني أن يتمتع بدولته، أن لا تغتصب أراضيه من دون معاداة إسرائيل يعني في المقابل. يعني هذا الشأن عربي عزيزتي، يعني أنا لا أعادي أحدا، أنا لا أريد أن أعادي ولا أن أريد أكون، يعني أنا قلت لا أكون لا معاديا ولا أكون الصديقة
لإسرائيل. إذا حصل الاستفتاء في كردستان سيحصل على 76% من أصوات الكرد، أم أكثر أم أقل؟ ما رأيك؟ أعتقد أقل. وأي يعني شوفي، في عام 2005 حصلنا على 98% من أصوات الكرد بأنهم يريدون الانفصال، لكن أي تنازل من هذه النسبة هذا الدليل واضح لفشل القيادة السياسية الحاكمة الحالية في إقليم كردستان بأنها لم تستطع أن توفر حياة كريمة لمواطنين الكرد بحيث لا يريدون الدولة الكردية. شكرا سيدة سروة عبد الواحد، رئيسة حركة التغيير في البرلمان العراقي. وقبل أن أختم معك لابد أن أشكرك على يعني بقائك في هذه الحلقة رغم الظروف المناخية الصعبة التي رافقت هذا الحوار، وكان هذا واضح عليك. شكرا وتحية لك فعلا، ونحن نعتذر يعني أيضا من الميادين على هذا الظرف الصعب. شكرا لك من القلب. إذن إلى هنا نصل إلى ختام هذا الحوار، حوار الساعة. شكرا للمتابعة مشاهدينا.